العزام وين عم يوزع؟ عم يشتغل برا، ظبط اموره، عنده معارض طرقات، كل شيء على اخر طرز. حقه يشتري منا بتراب المصاري، بيوزع برا بالدولار، يربح 6-7 اضعاف. بس على فكره هيك احسن لنا، يعني نحن هيك بنضل برا الخطر. بعدين عزام ما بيلعب الا مع الروس الكبير. سيدي عمل له الطلبيه اللي بده اياها، بس المرة الجاية غير، لا الكمية ولا الأسعار، والأسواق اللي برا بيوصلنا. هلاوي طول بالك شوي، عم ندور بنفس الدويرة، نفس الدويرة عم ندور. نحن من عنا المواد الأولية، نحن تحت الخطر، وآخر شيء هو بيربح له 6-7 أضعاف إذا مو 10. بس الأمور مو بهالسهولة، موضوع معقد. بعرف مو بهالسهولة، بس بهالمعادلة نحن لاقوها. بس هم الآدم بالسوق وكتير صعب نكسر عليهم. ونحن منصنع، تعرف شو يعني نحن منصنع؟ يعني نحن لازم نتحكم فيهم وهم يتحكموا فينا. طيب شو رأيك نلاقي طريقة نطلع فيها البضاعة، بس مو عن طريق أبو زينة. فكرت كتير، ما في غير أبو زينة. طيب شو رأيك نطلع غير بضاعة عن طريق أبو زينة، يعني لحمة خضرة، بنحط اغراضنا فيهم بدون ما ينتبه ابو زينه، بنمرق هيك. لا يمشي الحال، ابو زينه ما بيطلع بضاعه غير بضاعته، هذا الشيء مو من هلا ولا من وقت الحرب، هذا الشيء من زمان كثير. صدقني ما عم يهدى راسي تفكير لحتى الاقي طريقه لابو زينه، بس وانا كمان ما عم فكر غير بنفس القصه. بزينه؟ مو بس زينة، وعودي كمان. عودي أنا ناوي أطبخ له طبخة، شو رأيك خليني أتصرف؟ فوت على المكتب في حصتك من المطعم وبضل روح.